الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة من الأحداث، واللي كانت أبرزها إن وزارة الداخلية وزعت كحك العيد على المسنين والأيتام، وزعت كمان هدايا على المواطنين في الشوارع احتفالا بالعيد. كمان معانا امبارح خبر عن إحدى المجلات البريطانية أبرزت في ملف خاص مقومات مصر في سياحة اليخوت وأنشطة توعوية لصندوق مكافحة الإدمان بالحدائق العامة بأضرار المخدرات. تفاصيل أكتر هنتعرف عليها في سياق هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت إن وزارة الداخلية احتفلت مع الأطفال الأيتام بعيد الفطر المبارك من خلال زيارة خاصة قامت بتوزيع عبوات كعك العيد وملابس العيد عليهم. وفي لفتة إنسانية من الوزارة نحو هؤلاء الأطفال الأيتام، تم اصطحاب عدد من هؤلاء الأطفال للمحال التجارية لشراء ملابس العيد ليهم، وهو ما ساهم في زيادة فرحة وسعادة هؤلاء الأطفال ببهجة العيد. وفي سياق متصل قامت وزارة الداخلية بتنظيم زيارات لدور رعاية المسنين، تم خلالها توزيع عبوات كعك العيد على النزلاء، وده في ضوء حرص الوزارة على رعاية هؤلاء النزلاء في مختلف المناسبات. امبارح واصل رجال الشرطة مشاركة المواطنين لاحتفال بعيد الفطر المبارك بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية وتوزيع الورود والهدايا على المرة ومستقلي السيارات في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور الاجتماعي بجانب الدور الأمني في مختلف المناسبات والاحتفالات. ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص الوزارة على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التي تساهم في تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين. امبارح أبرزت مجلة سوبر ياخت نوليدج البريطانية التي تعد أحد أهم وأكبر المجلات المتخصصة في سياحة اليخوت، والتي توزع بين عدد كبير من ملاك وقائدي اليخوت في العديد من دول العالم، فعددها الأخير ملف خاص عن مصر وما تتمتع به من مقومات سياحية متميزة في منتج سياحة اليخوت، وده ترويجاً لهذا المنتج الهام، وبالمشاركة مع الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وفي إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم هذا المنتج في مصر. وحرصت المجلة خلال هذا العدد على تسليط الضوء على تفاصيل الزيارة التعريفية اللي نظمتها الهيئة خلال شهر فبراير الماضي لاستضافة مجموعة من القباطنة وعدد من قائدي اليخوت والكتاب الصحفيين المتخصصين في سياحة اليخوت، من بينهم الكاتب الصحفي المسؤول عن إعداد هذا الملف، واللي زاروا خلالها عدد من المقاصد السياحية المصرية التي تتمتع بالمقومات الجاذبة لاستقبال هذا المنتج وتجعل من مصر مقصد لسياحة التنقل باليخوت. امبارح استمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنفيذ الأنشطة التوعوية بالحدائق العامة بالمحافظات المختلفة لرفع وعي الأطفال من زوار الحدائق بأضرار التدخين وتعاطي وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تتضمن الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال. ده بالإضافة لعروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان، ويستمر تنفيذ الأنشطة التوعوية بالحديقة طوال أيام عيد الفطر المبارك للعام الثالث على التوالي.